كبر العليل من الغليل ربع الشباب ربع الشباب ومنزل الأحباب والخل الخليل لعب الشمال بهم كما لعب الشمال طلل يضيف النازل شجاعه قبلا نزولي مستأنسا بالوحش بعد أوانس الحي حلوني مستبدلا ريما بريم آخذا ريلا بريلي لا يقتضي عذرا ولا يرتاح من عذل ومريعة باللوم تلحوني وما تدري ذهوني خلي أميمة عن ملامك ما تدري بالصاير خلي أميمة عن ملامك ما المعزي تستكوني مراكد الوسنان غير معذب قلب العليل سهران من ألم وهذا نائم الليل الطويل لابد أكو سبب قال أوما علمت الماجد ذوقي هاي المصيبة وبعد ذلك وجه الملامة ذوقي الرحيل عشق العلا فطبوا بها والغصن يرمى بالذبول يا بني هاشم حرائركم دركبوها بنشيل لا يكون مخدرا منكم بها هودة زيمين سيما عليش الوديعة زيانة بالحور الكما اسمع معودة تركب على ظهور الدماء من بعد عزين وتخديرين وفيها هيبة وجلال وديعتنا يا ابو فاضل اصير الهاتفين بالعجل قوموا سريع ورتبوا كل الحرم وانت خاو كلهم فردنا فواحنا اهل الشيام شيخهم كبش الكتيبة ناشر بيد العلم والشجاعة تلوح في عيني وفي وجه الجميل نادى حسين للحارة ونادى بدمع ساجم وطبعا باعت للحارة وناداها بدمع ساجم يناديها يا محجوبة يا عزيزة بني هاشم نقومي بالعجل يا اختي اخوك على السفر عاجل نادت لي يا عباس دمع العين من هيسي نادت لي يا عباس يا فخري ويا ذكري كدري لي يا ابو فاضل مصونه وفي وسط خدري قل لها بعجل قومي هلي جيت في بدري قل لها بعجل قومي هلي جيت في بدري انا دمامي الجمل بيدي ونالك يا
ما في نفسي يا طلعان قالوا طلعت ما يرن ولا مفروض لشيعه فوق محمل وطلعت ويرن ولا مفروض لشيعه فوق محمل وبيدينا ابو فاضل رتبها كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اختلف المفسرون المقصود من هذه المساجد ما هي قال بعضهم ان المقصود من المساجد هي كل مسجد تأسس من اجل العبادة من اجل العبادة قيدوها مو بس كل مسجد أسس هذا القيد الى معنى بعضهم يقول ان المساجد لله المقصود منها الارض كما يقول الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا مسجد وطهورا فجميع الارض هذه عبر عنها بمسجد كل الارض لانه يصح السجود عليها وتعفير الوجه فوق ترابها لله خاشعا ذليلا وبعضهم يقول ان المساجد مو كل مسجد اسس على العبادة للعبادة ولا كل الارض مسجد وانما المقصود من المساجد هي المساجد السبع وهي الاعضاء التي يضعها الانسان على الارض عند السجود الجبهة ورأس الابهامين وعيني الركبتين وراحتي اليدين هاي تطلع سبع وهذه المساجد هي لله وقد استشهد الامام الجواد سلام الله عليه عندما ارسل اليه في اجراء ذلك الحد الذي اختلف فيه العلماء في زمان المأمون مأمون العباس لما اختلفوا في قضية السارق كل واحد يقول حشاية يحيى بن اكثم يقول حشاية وغيره يقول حشاية كل عالم من العلماء لما احضروا مشتبهين في قطية السارق من اين تكون بعضهم يقول تقطع من هنا بعضهم يقول تقطع من هنا بعضهم يقول تقطع من هنا فالي شاف اختلاف العلماء المأمون فاهم ما نقول عالم نقول فاهم ولو كان يذهب البعض الى تسميته بالعالم نقول انه يفهم لما اختلفوا شاف اختلافهم قال ما اكو فد واحد يسند الاختلاف الى دليل من الراحة يسندون الى اللغة
في اللغة هذه تعتبر يد، ذاك يقول تعتبر اليد من الذراع، ذاك يقول تعتبر اليد من العضد، ذاك يقول تعتبر اليد. احنا هاي الخلاف هذا كله لغوي، يعني نرجع به لأهل اللغة العرب، لكن ما في دليل شرعي نرجع إليه. قالوا والله هذا شيء على الإنسان أين أصل، قال ما في واحد من أهل البيت كون نرجع إليه. قالوا كون بالجواد سلام الله عليه، قالوا هذا صغير، هذا سنة صغير، ايه عمره 8 سنين هاي. قال ان اهل البيت ليس فيهم صغير، من انتصب للامامة ليس بالصغير. نعم، وهذا من ادل الادلة على امامة اهل البيت سلام الله عليهم، ان الواحد ينتصب للامامة وهو في عمر 7 سنين، وجميع العلماء تخضع له وهو ابن 7 سنوات. ابن 7 سنين احنا نوديه الى المدرسة، اليوم نوديه للمدرسة ويلا يلا بعد يقبلوه، متحجزين يقولون هذا قابليته مكتبه صحيحة. بل واذا هذا بيجلس بمجلس فيه عامة العلماء والفطاحلة بيبين الرأي بيثبت امامهم وكلهم اخرس الابكم، لما حضر الامام سلام الله عليه وعرض عليه عرضت عليه المسألة قال نعم تقطع من الاصابع، اصابع لا منا ولا منا ولا منا، تقطع من الاصابع منا، اذا تريدون تقطعون يد السارق اقطعوها منا. قالوا وكيف يا ابن رسول الله تقطع من هنا؟ قال نعم، لأن هذا ما لكم بحق، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه المجيد وأن المساجد لله والمساجد تبعي لله، باشر إذا اقطعتوها منا شلون يضع عيد ويسجد، أحرمتمون المسجد هذا مؤيكم ما لكم بحق، وهذا المسجد هو لله لن تقطع منه. فالتفت إليه المأمور وقال ذرية بعضها من بعض، ثم قال له وكيف يطلق على هذه، الله يقول فاقطعوا أيديهما السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شلون هذا يطلق على هذه يد؟ قال في القرآن الكريم دلالة على أن الأصابع يد، الأصابع هاي يد في القرآن الكريم دلالة، اقرأوا الكتاب وتفقهوا، في القرآن الكريم دلالة على أن الأصابع يد. قال أين هي يا ابن رسول الله؟ قال في قوله تعالى وما تخطه بيمينك، بيمينك إن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مع أن الكتابة لا تكون إلا بالأصابع، فعبر الله سبحانه وتعالى عن اليد بالأصابع وقال إن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وكلهم ذكر. فأمروا تنفيذ الحكم بأمر الإمام وكان ابن 8 سنين، شاهدنا في المساجد بعضهم يقول أن المساجد هاي المبنية، وهذا الذي استشهد وقال وأن المساجد لله يعني بها المساجد، ليش يقيدها بما بني عن العبادة؟ هل قيد ليش هذا العالم ليسن هو كل مسجد تصل به العبادة، أكو مسجد يبنى لا للعبادة، أكو بل نعم أكو مسجد بني لا للعبادة. يوم أقول أن المساجد لابد المقصودة في الآية وأن المساجد لله هي المساجد التي بنيت للعبادة عن المساجد التي بنيت لا للعبادة، شلون أكو مساجد؟ نعم منها المسجد الذي بني
بالقرب من قبة من قبة في المدينة. المسجد الملعون ملعون في كتاب الله الذي أمر يدل بحرمه وإحراقه. هذا فعل نفسي بني. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ها في كتابه المجيد لمسجد ضرارا مسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإلحادا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله. هذا مسجد ضرار بنوه هاي القبيلة بنته لكي تجتمع فيه فتكيد للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. تجتمع من أجل المكيدة، تجتمع من أجل تفريق كلمة المسلمين، بنوه لأجل الإلحاد، بنوه لأجل التفريق، بنوه لأجل الكفر. لكن بنوه مسجد، هم أصل تأسيس مسجد. لكن نزلت الآية في ذمه وجو إلى الرسول الأكرم قال تعال صلوا دي، والرسول استجاب. لكن نزلت الآية فأمره الله بإحراقه وأمره الله برجمه ومسجد. وكذلك قيد لمسجد أسس على التقوى. أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. هذا قيد في القرآن، مو كل من أسس بناية وكل من شيد مسجد وكل من وكل من وكل من قال أنا أطلب ما عند الله. لا، الله مقيد البناء مقيد التأسيس. أمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرا أمن أسس بنيانه على شفا جرف حار لأنه لم يقصد به وجه الله فانهار وين يوديه؟ وين يوديه؟ يوديه للجنة؟ قال لا، فانهار به في نار جهنم. قال يروح ويا لأن الأعمال تتبع القصود، الأعمال تتبع الضمائر. منبر الحسين سلام الله عليه لا سيت فائدة من الفوائد التي وضع من أجلها المنبر ولو كان يعني من باب الاستفراء. ما دام ذكرنا سورة مسجد ومسجد وسجود لابد نتطرق إلى السجدة. هذه المساجد السبعة حتى يكون الفرد منا يذهب بفائدة. هذه المساجد السبعة يشترط فيها أربع شروط. أربع: أولا أن يكون الساجد على المساجد، يعني هذه المساجد مستقرة على الأرض بحيث تكون مستقرة على الأرض، هذا شرط غير متحركة. الثاني أن يكون موضع الجبهة طاهر حقيقة، فلو سجد الإنسان على الحفيرة اللي كلها نجاسة ولكن موضع الجبهة طاهر وهي النجاسة اللي بالحفيرة يافة ما تتعدى إلى المساجد الستة ها يافة جافة لكن مكان السجود طاهر فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أما إذا صلى على مثلا حفيرة جافة ولكن محل السجود نجس ما يجوز، حتى لو جاف ما يجوز، بس في هاي معفو، بس بالنسبة إلى المساجد السبعة معفو النجاسة اليابسة الجافة لما تتعدى على البدن والثوب. وأما الجبهة يشترط في محلها أن يكون طاهرا واقعيا معروف، يعني طاهرا بمقتضى معرفته بمقتضى يقينه، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون موضع المساجد مستقرا غير متحرك، فإذا سجد وضع المساجد السبع على مكان متحرك فوق سريره يتحرك يموت صلاته باطلة. أيضا لو وضع الجبهة على عصا وهي في الدحرج مثلا أو مو مستقرة أو حجر تميل تحرك أو رملة بمجرد وضع جبهة تنزل
هذا أيضا صلاته باطلة، لأنه وضعها سجوده باطل، وضعها على ماذا؟ أيضا يشترط في السجود أن يكون على الأرض أو ما أنبتت الأرض، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا. عادة ما يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض من الحشائش، ما لم يكن مأكولا عند الناس أو ملبوسا. وجدت بعض الأفراد، أنا وجدته يسجد على الجولية، وجدته بعض الأفراد يسجد على ثوبه وعلى غترته وعلى دشه وعلى السجادة بدون أن يكون هناك تربة مثلا، ولو حفلة خشبة، ولو حفلة قرطاسة بيضة ما فيها كتابة، ولو حفلة خوص، ولو حفلة ليفة، ولو حفلة شيء، بس يوصل ويسجد على زولية، شفت يسجد على ثيابه، على دشه، على قومية، شفناهم. وهذا غير صحيح، لأنه سجد على ما لا يصح السجود عليه إلا في موارد مستقيمة. موارد أيضا يكره السجود على الأرض السبخة، مكروهة لا لكن مكروهة. يجي أيضا من شروطها، من شروط السجود، أولا الاستقرار، ثانيا أن يسجد على ما يصح السجود عليه، ثالثا أن يكون الأعضاء أعضاء ساجدة فحقيقة واقعة على الأرض. أما مثلا لابس عمامة مثلي ويسجد وعمامته هالشكل دايلة، فالآن السجود مش يصبع مشترك بين السجود ها بين العمامة وبين الجبهة، ما الشكل؟ فإذا سوى هالشكل عمامته وسجد، وين يصير السجود؟ على العمامة الكور، على تقريرها. هذا هم السجود باطل، لأن ما أصبح على الجبهة، أصبح هنا فوق هاي. كذلك اللي يلبسون العقال المتين مثل عقال العراق هذا الضخيم، هذا إذا نزلها الشكل مثل إمام في نزلتها الشكل، ها أن يصبح أيضا مؤد لذلك، فيصبح سجوده مشترك بين الجبهة وبين العقال هذا الضخيم، هم سجوده بعد باطل مو صحيح، لأن يشترط أن تثبت الجبهة على الأرض أو على تلك القطعة اللي مخلمها على الأرض، سواء كانت تربة أو خشبة أو حجر أو ليفة أو قرطاسة أو أي شيء، بس ما لا يصح السجود عليه لا، هذا إذا وضعها وثبتها يصبح هذا السجود حقيقة ها عليه. حتى هذا القشر اللي بيصير في التربة السواد بكثرة السجود يصبح بتكرار السجود هناك سواد حائل، يعني يصبح فد شيء حائل بين التربة وبين جبهته من أوساخ، هذا أيضا لا يصح السجود عليه، لابد ينظف التربة حتى يصبح السجود مو على حائل يمنع من السجود على التربة، كن ينظفها. بل هم مستقر، هم مستقر، هم مستقر. لا مثلا اشبه شيء بالرملة، يسجد كل ما حط راسه المسجد هوت الرملة ايضا ميزة. مثلا حفيرة مضبضة صار هالشكل، بمجرد ان يحط جبهته عليها نزلت، هم ما يصح السجود، ما يصح، لان هم متحركة، هذه هم مثلها، بمجرد ان حطرتها هالشكل نزلت، فاصبح هاي الحركة مانعة، هاي من باب الاستطراد للموضوع. هذا حكم ذكره الشرع الاقدس بالنسبة للسجود على الارض. اما الاشياء التي مثلا من قبيل العادات، من قبيل العادات انه في بعض البلدان او البلدان مثلا بلد العراق ورق العنب، هذا ورق العنب موجودنا على ما انبتت ما عدا ارض الملح،
ارض الزرنيخ، ارض النورة، ارض الاسمنت، هاي المعادن، الفضة، الذهب، هذه كلها رصاص، كلها ممنوع، كلها ممنوع السجود عليها، عليها مباشرتين، مو ان يحط لها قطعة خشب ويسجد، مباشرتين يعني فوقها، مو هاي من الارض، الذهب من الارض، هاي المعادن كلها من الارض، الملح من الارض، فاذا قال الشرع السجود على الارض يعني معناها حتى هذه، لا، هذه مستثنى، هذه ممنوع، سجود عليها لا. الملح كل المعادن، كل المعادن لا يجوز السجود عليه، حتى الكاشي هذا المصنوع الملون، او الكاشي هذا الذي هو ابيض خالص لكن معمول، مو كالكاشي الذي في بعض المشاهد المشرفة مثل حرم المدينة، هذا الابيض الموجود في حرم المدينة او في حرم الله في مكة، هذا لا، هذا قالوا غير مصنوع، وإنما هو منحوت ومصروف مثل الذي إيران ينحتوه ويصربوه، ينحتوه يقطعونه قطع ويصربونه يصير أملس، يعني يجرون عليه مكائن، لكن هو في حد ذاته حجر مو مصنوع، هذا ما يخالف. أما المصنوع وهو الذي يعمل كالكاشي، يعني بالمواد اللي يجيبوها من الخارج يعملوها ويسووها، أو كهذا الذي الآن في جد حفص، هذا أيضا معمول، يجيبوا قطع من الخارج ويركبوها هنا ويعملوها، لا يصح، هل يشبه ذلك؟ فعليه أن السجود لا يكون إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، والمعادن حتى الخزف، هو طين لكن إذا حولوه إلى خزف لا توقف بالسجود عليه. فلو أن فردا صلى على ما لا يصح السجود عليه، صلى على ما لا يصح السجود عليه، وتالي نبهه قال ترى هذا ما يصح السجود، فتعمد، تعمد، هل صلاته باطلة أم لا؟ الجواب لا. أما الأشياء التي تستعمل مثل ورق العنب، هذا يأكلوه بالعراق يسووه دولمة ويسمونه شيخ محشي، هذا يسموه دولمة، هذا ورق العنب يأخذوه لفوه، والآن بعد قاموا بالبحرين يستعملوا يسوون به مأكولات، فبالنسبة إلى البلد الذي يكثر فيها استعماله من ناحية الأكل هم ما يجوز السجود عليه. هالأوراق التي تستعمل لأجل الطعام مثل أوراق الأعناب، هذه أيضا إذا استعملت للطعام لا يجوز السجود عليها، قبل أن تستعمل للطعام لا يجوز السجود عليها. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه لماذا منع الله، هي علة ولا مو لازم يذكرها، مو لازم اصلا الامام مو مأمور ان يسأل، ايضا ما يسأل الامام عن العلل، الامام يقرر احكام، احكام نازلة من السماء، شنو علة هذا، شنو سبب هذا، ليش سوى الله هذا، ليش منعنا من هذا، وانما بعض الاحكام وردت عللها معه، يعني أسبابها وردت معه، إما الإمام أحد يبين أو لا، السائل سأله فأجاب، ولا في بعض الأحيان لا، السائل إذا سأل ليش صار هذا وما صار هذا هل يسكت عن الإمام، نعم. سأله سيدي لماذا يمنع الشرع الأقدس منعتم من السجود على ما يأكلهن على ما يؤكل أو يلبس، ليش منعتم؟ فقال الإمام الصادق سلام الله عليه لأن السجود هو أقصى غاية الخضوع لله، أقصى غاية الخضوع لله، أقصى درجة في الخضوع هو السجود، لذلك الشيطان الرجيم يقول إذا شاف الساجد يقول وانكسار ظهره، هذا اللي طلعني منك من الغفران، فالسجود هو سبب شقائه، عبد الله ألف ألف سنة لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة، يساليها بواسطة سجدة ما سجد،
خلاص انهدم ذاك العمل كله. لكن ما خلاه سبحانه يذهب هذا العمل سدى، قال انك من المنظرين، لانه لا يضيع عمل عامل، لا يضيع عمل عامل، اعطاه بواسطة هذا العمل، لان كان قديس. ابليس كان قديس، ابليس كان شيخ المطاوعة، كبير متطوعين، لكن تاليها اصبح شيخ المغني والرقاصي. ايه شن نقل من مرحلة شيخ المتطوعين المقدسين الى شيخ المغنين والرقاصين؟ سيدة امر تنفيذ امر، ما نفذ الامر. عجبت من ابليس، يقول بعض الشعراء، عجبت من ابليس في سيده، وخبت ما اضمر في سيرته، تاه على ادم في سجده، وصار قوادا لذريته. فعندها يصبح الساجد قريبا من الله سبحانه، يعني العبد اذا اراد القرب من الله فليسجد وليطل السجود. ولقد لقب الامام سلام الله عليه السجاد. يقول ليش سؤالنا راح، سؤالنا نسينا، هو لماذا منع السجود على الملبوس او المطعوم عادة؟ قال لانه اقصى الخضوع والمعبود، والمعبود لا يريد شائبة، والمعبود هو الله لا يريد شائبة بينه وبين عبده، لذلك منعه من السجود على ما يأكل الناس ويلبسونه، لأن الناس يركضون خلف الملبس.